اخبار اليوم. الانجاز البديل تطابعه بديل تطابعه يوجد فيها فلسطين مناسبه وبراحه بسعاده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح راع الرياضه وحبيب الجميع، حبيب شباب مطروح، حبيب العمد المشايخ، حبيب الشهيب، حبيب كل من هو موجود في مطروح. وفي نفس سعادة المحافظ انه جاي يكرف الرياضة في الضبعة، الضبعة اساس الرياضة في مطروح، ورحب بالسادة النواب مجلس الشعب. اهلا وسهلا الحضور، ارجو نرجو سادة الحضور الجلوس، سادة الحضور الجلوس على الكراسي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ابنائي لاعبي الفرق الثلاث، رابطة شباب الضبعة ورابطة شباب مطروح، السادة الإعلاميين المحترمين وشركاء التنمية، السادة الحضور الكريم من أهالي الضبعة الكرام، اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم جميعا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلى جميع أبناء مطروح الشرفاء الأوفياء المخلصين لوطنهم، مع تأكيد سيادته الدائم على اهتمامه ورعايته لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، مع تقديم كافة الدعم لأهلها، ولعل آخرها كان أول أمس وتفضل سيادته بافتتاح محطة تحليه مياه البحر بالرميلة بطاقة 24 ألف متر مكعب يوم، لتضيف إلى مطروح مزيدا من التنمية، خاصة في توفير مياه الشرب والقضاء على المشكلة المزمنة التي عانى منها أهالي المحافظة وذائريها لعقود طويلة. نلتقي اليوم على أرض الضبعة لتقديم التهنئة لأهالي مطروح عامة وللضبعة خاصة لتميز أبنائها وصعود ثلاث فرق رياضية هي جميعا فخر لأبناء المحافظة: فريق نادي حري أهل الضبعة وهلال الضبعة وصعودهما للدوري القسم الثالث. فلقد تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية وبكل فخر الأداء المشرف لتلك الفرق الرياضية ونتائجها الجيدة، مع التواصل المستمر مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير كافة احتياجاتها، وتأكيدنا على تقديم مزيد من المفاجآت فرحة بتميزكم الرياضي.